بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. دونك مرحبا بكم مرة أخرى. دونك دائما في إطار التكوينات المجانية المتعلقة بالجوجبرا، دونك هذه المرة سنشتغل على هذه الواجهة، واجهة الجوجبرا. دونك إذا كان المستعمل مثلا يرغب في إخفاء الشبكة وإخفاء المحورين، دونك يمكنه الضغط بالزر الأيمن للفأرغ هكذا، وستظهر هذه النافذة. من خلالها سنختار أكس، دونك سنقوم بإخفاء المحورين، وسنعيد العملية مرة أخرى بالضغط بالزر الأيمن للفأرغ، ثم نختار هذه المرة غريل. دونك لاحظوا، قمت بإخفاء المحورين وإخفاء الشبكة. دونك إذا أردت إعادتهما مثلا، إظهارهما من جديد، سأضغط بالزر الأيمن للفأرة ثم أختار أكس، وبعدها أضغط بالزر الأيمن للفأرة ثم أختار غريل. لكن في بعض الأحيان عفوا لا نريد الاشتغال على هذه الشبكة بشكل كلي، وكذلك على المحورين بشكل كلي، وإنما نريد مثلا الاشتغال فقط على حيز ضيق من هذه الواجهة. دونك لأجل ذلك سنذهب إلى بوليغون، ثم سنقوم بتحديد الحيز أو المساحة التي نريد الاشتغال عليها هكذا مثلا. دونك قمت هنا بتحديد مضلع على شكل مستطيل. دونك وبعدها سنضغط بالزر الأيمن للفأرة على هذا المضلع الذي قمت بإنشائه، ثم أختار بروبريت، أصدر لنا هذه النافذة على اليمين. دونك من خلالها سأقوم بالذهاب أولا إلى كولور، ثم أختار اللون الأبيض، وسأقوم بجعل هذه لوباسيتي يعني التعتيم، سأقوم بجعلها في القيمة القصوية دونك 100%. بعدها سأذهب إلى ستيل، دونك هذه الخانة المجاورة لكولور ستيل، ثم أضغط على هذا الاختيار انفيرسي لو رومبليساج الفرنسية، انفيرسي لو رومبليساج، دونك سأضغط على هذه الخاصية. دونك لاحظوا ماذا حدث في هذه الواجهة. دونك سأقوم أولا بإخفاء هذه النافذة وإغلاقها. الآن كما تلاحظون دونك يمكنني السحب بطبيعة الحال هذا المضلع، دونك يمكنني أسحبه إلى أي مكان أريد، دونك أسحبه إلى اليسار مثلا، أسحبه إلى اليمين. كذلك يمكنني تكبير الحيز الذي أريد الاشتغال عليه كما تلاحظون بتحريك النقطة A، وكذلك يمكنني تحريك النقطة B إلى آخره. دونك وهكذا يمكنكم يعني الاشتغال على اليسار، هنا يمكنكم كتابة بعض النصوص مثلا إذا كنتم تريدون الاشتغال بالفرنسية، وإذا كنتم تودون الاشتغال باللغة العربية يمكنكم جعل هذه النافذة على اليسار والكتابة على اليمين. دونك أتمنى أن تستفيدوا من هذه الحصة، وإلى فرصة مقبلة بحول الله.